السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم جبت لكم ان شاء الله واحد الفطائر ساهلين للعشاء، اللي بيديرهم العشاء اللي بيديرهم قلتي الدراري. تنبدا على بركه الله. كاينه عندي هذا الملح، عندي البيض، عندي حليب غبره، عندي الخميره، عندي الملحه، عندي السكر سنيده، عندي شويه الزعتر، زيت العود، الفينو فورس. دابا غنبدا على بركه الله. غادي ندير نيدو، هو الاول، ها هو، وغادي ندير الخميره تاع الدار. الا عندكم اخرى ديروا. غندير شويش تاع الملح، ها هي، وغندير الماء. وغادي نخلطهم هكا مزيان. وكي دايرين؟ لاباس عليكم. كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين لوليداتكم وزماناتكم وعديزاتكم والحاله المدنيه كامله؟ غادي نديرها هكا وغادي نخليها ان شاء الله حتى تخمر وعاد نرجع نكمل معاكم. باللي ان شاء الله ما تخمر ليا العجينه، غنصوب الحشوه اللي غندير في الفطائر. تنحتاج البصله، ها هي، والربيعات، والكبده معنا دي نستعملها بزاف، مصايبها وحطها عندي موجوده مقاده وديرها في السبيره، قلت ما بيتها تلقاها. غادي ندير معلقه ديال العود الصفر، ندير شويه ديال البزار، شويه ديال الكينجبير، عندي الملحه، ملحه على حسب الذوق تاع بنادم اللي تيمس شويه، وكي تيملح، وكي ندير زيت الروميه، شويه ديال الزيت البلديه، غادي ان شاء الله ردها تشحر بلا خمرات ليا العجينه وهاني معاكم. ايوا نقيله ان شاء الله درناها تشحر، اللي قلت لكم ان شاء الله راه خمره. نزيدها السكر، هنزيدها البياض ديال البيض، ونزيدها نص كاس تاع زيت العود، ونزيدها كاس ديال ديك الفينو الناعم ولا فيه، هنا راه بلديه سمحوا لي، فورس. هل الحشوه ديالي هي تشحرات؟ وعلى فكره اللي بيضيف فيها شويه ديال الحار تجي يجو غزالين. انا غنزيد نضيف عليها شويه ديال الحار، نزيد عليا الحار حتى الدراري تيبغي. دير الهريسه الى عندك كلها. دابا الفطائر اللي قلت لكم ان شاء الله هما هادو، وانا راه زدتهم شويه ديال الزعتر، ضيفوا فيهم شويه الزعتر اللي بغا، والفرماج. ايوا بغيت نشارك معكم هاد الاكله وصافي. يدير اللي كيديرو، واللي بيدير يدو يديرها، شي يبقى اختيار كل هو باش تعرف يخدم. انا بصراحة الله
انا طالعه نخدم على بيدي. ديروها بحال هاد الشكل هكا، تيجيو كويميرات زوينين الكوتي. بحال هاد الشكل هكا كويميره. وهاني غادي نكمل ان شاء الله الطيرات اللي قلت لكم ان شاء الله. انا خايف نتحرق حيت باقي كاع ما برات هاد الحرقه، ونزيد نتحرق الاخر ديالي اللي قلت لكم الخوت. هانتوما ها، لا تقولوا زهره تبارك الله شارفه وما تعرفش تقاد، راه ما راه ليتيكم عندي الثقه في النفس. مازال غنفيد لكم شي حاجه اخرى ان شاء الله. هانتوما ايوا هادو هما الفطيرات ديولي. هانتوما تبارك الله راه شي بصحتكم وراحتكم. وقبلوا لي على وصف الطي حيت انايا راه تندير مجهودي باش نعطيكم شي حاجه زوينه. وشكرا ولهلا يخطيكم، وتابعوا قناه زهره ورانا محزمه بكم ان شاء الله ولهلا يخطيكم وشكرا.